السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أخيرا أعلنت هواوي اليوم على سلسلة البي 50، السلسلة الأشهر المعروفة بالتصوير. سنتعرف معا في هذا الفيديو على أفضل جهاز يصور في العالم، الهواوي بي 50 برو. سنتعرف على مواصفاته وعلى السعر الرسمي الذي ينزل به، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. بداية مع الشاشة يأتينا البي 50 برو أصدقائي مع شاشة أوليد 1 بي كولر. تأتينا الشاشة بحجم 6.6 إنش وبنسبة استحواذ 91.2%. كما تأتينا هذه الشاشة مع ريفرش ريت تردد شاشة 120 هرتز. الشاشة هنا تأتينا مع حواف إيدج على الجانب الأيمن والأيسر. كما تأتينا مع ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتينا بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.4. الظهر هنا أصدقائي يأتينا مصنوع من الزجاج والفريم مصنوع من الألومنيوم. كما نجد في الظهر شكل جديد للكاميرات، دائرتين، الدائرة الأولى فيها ثلاث كاميرات خلفية والدائرة الثانية فيها كاميرا خلفية وفلاش LED. بداية مع الكاميرا الأساسية هنا تأتينا بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f1.8. الكاميرا الثانية كاميرا بيريسكوب تيليفوتو تعطينا 5x اوبتيكال زوم، 5 مرات زوم طبيعية. تأتينا هذه الكاميرا بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f3.5. الكاميرا الثالثة أصدقائي كاميرا ألترا وايد لتصوير الزاوية الواسعة، تأتينا بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.2. الكاميرا الرابعة فتأتينا بدقة 40 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f1.6. البي 50 برو أصدقائي يصور الفيديو بدقة 4K مع خيار بين 30 أو 60 فريم في الثانية. الجهاز هنا فلاكشيب بامتياز، يأتينا مع مواصفات خرافية. المعالج هنا يأتينا من شركة كوالكوم السناب دراجون 888، هذا المعالج الذي رأيناه مع جميع الفلاكشيبس لهذه السنة بمعمارية 5 نانومتر، سيعطيك أفضل تجربة أداء. كما يأتينا الجهاز مع نسخة ثانية مع معالج شركة كيرين 9000، يأتينا أيضا بمعمارية 5 نانومتر. والأهم هنا أن الجهاز يأتينا مع واجهة هارموني ويس 2. البي 50 برو أصدقائي يأتينا مع بطارية بحجم 4360 ملي أمبير. كما يأتينا الجهاز مع شاحن في العلبة السريع يأتينا بسرعة 66 وات. الجهاز يدعم أيضا الفاست وايرلس شارجنج، الشحن اللاسلكي السريع بسرعة 50 وات. الجهاز يأتينا مع USB Type-C، يأتينا مع بصمة على شاشة، يأتينا مع ستيريو سبيكرز سماعات خارجية ذات جودة عالية، ولا يدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك. وسيتوفر البي 50 برو أصدقائي بأربعة نسخ. النسخة الأولى تأتينا مع 128 جيجا للمساحة الداخلية 8 جيجا للرام. النسخة الثانية 256 جيجا للمساحة الداخلية و8 جيجا للرام. النسخة الثالثة 512 جيجا مساحة داخلية 8 جيجا رام. النسخة الأقوى فتأتينا مع 512 جيجا مساحة داخلية و12 جيجا للرام. الجهاز هنا أصدقائي سيتوفر بخمسة ألوان، اللون الأسود، اللون الذهبي، اللون الأبيض، اللون الوردي واللون الأزرق. ويبدأ سعر الهواوي بي 50 برو من 780 يورو مع النسخة الأقل ما يعادل 900 دولار. سعر هنا يعتبر ممتاز على فلاكشيب يأتينا بكل هذه المواصفات مع كاميرات خرافية. هنا سننتظر التجربة الحقيقية لهذه الكاميرات، لكن من المنتظر أنها ستكون أفضل كاميرات في العالم. جهاز يأتينا مع كل المواصفات أصدقائي. إذا كان لديكم أي استفسار اكتبوا لي تحت في التعليقات. إلى هنا وصلنا إلى ختام الفيديو، أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. لا تنسوا اللايك، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.